لذلك السينما يعني قد ما هي مهمة، أكو أحد الأفلام لشارلي شابلن سوى فيلم 4 دقائق، يتحدث الفيلم عن راعي ومجموعة غنمات، زين، وبعدين هذا الراعي يعني يعطي أوردر للغنمات إنه يحركهم، فيعمل قطع وبعدين يروح على هتلر، يطلع هتلر واقف بنص الجيش ويعطي أمر للجيش بأنه يتحرك، بعدين يسوي كات يروح على الراعي ويدخل القطيع بالزريبة، بعدين يروح على هتلر يسوي قطع ويطلعنا هتلر دخل الجيش بالمحرقة بالحرب، بعدين الألمان لما شافوا الفيلم طلعوا كلهم بالشوارع تظاهرات ضد الحرب 4 دقائق. فالسينما خطرة، اللعب بها خطر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية غزت العالم بالسينما. هسه الآن أي واحد يفكر يريد يحارب أمريكا يشوف سيلفستر ستالون، يشوف فان دام، ما يموت، مستحيل يموت. بعدين عند الرشاشة ما توقف، يعني يخلص الشواجير يعبيها من الهواء، صح ولا لا؟ لذلك يضحك أبا. يعني الأدلجة سمة السينما. طبعا هذه نقطة مهمة. يعني هي حتى وجود الأموال، آسف جدا. عفوا، لا تفضل. حتى وجود الأموال هي لخدمة الأدلجة وليست الأدلجة لخدمة الأموال. يا سيدي الكريم، الست هنا يمكن حجت بمرارة انه قالت انه احنا نقدر احنا هسه اللي قاعدين بالقاعة نقدر نصنع فيلم يعرف بالجالية العربية بانه جالية مو جالية هامشية، جالية فاعل. هسه احنا ليش نروح بعيد؟ عندنا مرشح نريد نشتغل له، اوكي، من حقنا نجيب مرشح نشتغل له، منو عنده فلوس يصرفها على فيلم؟ لو راح يصرفها على عشاء بشرفكم انتم قاعدين على العشاء. العشاء اطيب. يا صراحة بينما في شعوب اخرى تقول لك لا. يعني اليابان بعد الحرب اهتمت بالتعليم، لما جمعت كل الناس العقول الكبيره قالت لهم شو نريد نسوي، احنا نريد نعمر بلد، قالوا خلينا نهتم بالتعليم. جزء من التعليم هي صناعه الخطاب الاعلامي، احنا ما عندنا هذا الشيء، ما عندنا هاي الصناعه، لذلك اذا نواجه مشكله احنا واحدنا. هسه احنا كنا هاي المشكلة، احنا هذا الجيل راح ينقرض، احنا راح ننقرض. الجيل الاخر اللي هو مثل ابني قاعد هنا ما يدري على شنو بدنا نحكي. احنا اصلا منقرضين. نو ما يعرف شنو احنا بدنا نسولف. المشكلة فينا، نحن عم نتأدلج، عشان هيك اولادنا عم يتأدلجوا. نحن الكبار بثقافتنا وبكل قدراتنا بنقول نحن بنحارب او بنجاهد او بنناضل، لكن عم نتأدلج، عشان هيك اجيالنا الاصغر مننا عم يصيروا معنا بهيدا الركب وعم نمشي. فيروز اقربت الامم المتحده، فيروز بالكلمه يعني كلمه السهله الممتنعه، اقربت بالامم المتحده، فقدرت توصل الرساله، حملت كلمتها من لبنان للامم المتحده واقربت العالم. فلو كل مقدر معين يعني سوري يمكن رجعت قام يساهم. استاذ انا تخصص خريج العراق، هذا الفرع ودرسنا 4 سنين السينما العراقية على يد أشهر الأساتذة الدكتور عرفة اللي هو مخرج فيلم جاري جعفر علي الله يرحمه، وهذا أستاذ معروف بالسينما العراقية والعربية. فن السينما فن صناعة يعتمد بالدرجة الأساس عن البروديوسر، منهم يمول يقدر يخلق. أنا أتحدى وكل القاعة إذا قدرتوا أن تشتغلون 3 لقطات. راح أقول لكم ليش إذا سمحت. لا. أنا رجال يعني كريزي وبهذا الموضوع. 3 لقطات ما نقدر نوصل، لأنه الخطوة الأولى بالفيلم يحتاج لها رؤية. رؤية السينما رؤية. إذا ماكو رؤية يعني ما تقدر أنت تشتغل. عوف الأدلجة. ثانياً يراد لها مخرج يعي ادواته، ولهذا انتم روحوا شوفوا العراق، سوريا، مصر، كذا، اسماء المخرجين على عدد الاصابع، اسماء الفنانات والممثلين والكومبارس مليان الشاشه كل العالم.
من الصعب أن يجي مثلاً نخلق شخصية على سبيل المثال إذا كان سورية عراقية مصرية، نخلق مثل على سبيل المثال يوسف شاهين أو قزني المخرج الكبير هسه نتحدث عنه اللي قدم رحمة الله عليه، قدم أفلام بالفكر، فيلم العصفور وغير الأفلام اللي لا يزال بالذاكرة. المشكلة هي أنه مو كيف تقف عيكان. أنا راح أرويكم شغل، بطل فيلم الأسوار، فيلم عراقي يتحدث عن صدام حسين وبطولاته. صديقي بطل الفيلم يمشي بالشارع، حسنا هو مخرج ويعرف يعني يشتغل بالسينما العراقية، صديقي يمشي بالشارع ما له علاقة، رجل يدرس تاريخ كلية تربية، وإذا يجي الفنان يوسف العاني إلى رحمة الله راح ومحمد شكر الجميل يعرفه من أسماء، وقالوا له وقف وقف، قالوا شكو يعرفه، يعرف يوسف العاني فنان، قالوا صعد 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 صعدوا بالسيارة، آسف أخذ شوية امشي امشي، ودوا دائرة السينما والمسرح، قالوا أنت تمثل البطولة في فيلم الأسواق فيصل حامد، كلكم تعرفون يعني اللي دارس يعرف هاي التفاصيل، فيصل حامد ما يعرف يوقف، ما يعرف يمثل، ما له علاقة، حتى من إجا ورادوا يسجلون الصوت راحوا جابوا الفنان الكبير قاسم محمد، قاسم محمد هو يتحدث دبلجة والفيلم، اللي دارس مسرح ويعرف الفنون، اللي يعرف الفنون هذا مو اللي يعرف الشعر، الفن اللي يعرف الفنون واللي يعرف الاسماء يعرف هاي، جابوا فنان كبير يدرس بالامارات ومات بالامارات، درس كل الوطن العربي، كل الناس تعرف قاسم محمد، رجل معروف، مو صح استاذ مهدي؟ يا طبعا. فجابوا الاستاذ الله يرحمه فيصل حامد، الدبلجه مو صوته، حتى الصوت مو مال، وبطل فيلم واجا جابوا، احنا نريد نقول اكو قضيه مهمه. عفوا استاذ سامحني لكن انا صريحه وصراحتي وديني بالمشاكل، انا ترابل ميكر محاضره للاستاذ مهدي. اوكي انا رايي ما اقدر اعرف ما اسف سؤال امثلة لا اقطع سؤال عندنا اسئله لا لا اوكي لا اوكي تفضل استاذ شكرا استاذ قاسم حبيبي انا مداخله صحيحه من استاذ قاسم قصده يعني اوكي اكو سؤال اخر راح نشوف الفيلم تفضل عفوا دكتور جاء الاختصار راح نشوف فيلم الاثر الثقافي العراقي وصل لعنا على لبنان بكل اوجهه يعني الشعراء العراقيين اثروا بنهضه الحديثيه بلبنان والفنانين العراقيين مثلا بالغناء كمان تاثروا فيهم بلبنان بس من السينما الاوائل لا تلفزيون عراقي ولا سينما عراقية ابدا وصلنا على لبنان. صح. يعني بلبنان على علاقة نحن بنعرف ان السوريين اثروا فينا غوار وافلام بس من العراق ما وصلنا شيء، حتى ما بنعرف انه في ممثل عراقي. طيب طيب انا جاوبك باختصار، هو غوار واحد من اهم محطاته حمام الهنا وغيرها، كان المخرج مالته عراقي. المواد اللي وصلتك من غوار كان المخرج مالتها فيصل ياسري الله يتصحى هو يعني عراقي تبخه سوريه يا انا وياك والله صحيح لانه المشكله نرجع الى قضيه انه اللبنانيين بصراحه من اوائل العرب اللي استقبلوا السينما واثناء احتكاكهم ايضا احرجوا السينما المصريه فتره من الزمن بس المشكله المصريين اخذوها قضيه صناعه ولذلك الراحل فاروق الفيشاوي يقول انه يعني يقصد على الحكومه الان والجهات الراعيه للسينما يقول ما عادوا مهتمين مش قادرين يتصورون انه السينما هي تاتي بالمدخولات للبلد بعد القطن يعني المورد الثاني للمصريين هو السينما بصراحة يعني إذا اللبنانيين ما عاد الموضوع بالنسبة لهم قضية يعني وطنية أو قضية تجارة وكذا ما عاد يعني هسه الآن زراعة الشعر في تركيا أصبحت الدرعة عليهم اعتبروا زراعة الشعر والأسنان وكذا فالقضية فلذلك حاطوها بهالة خاصة وبدأوا يقدمون تسهيلات اللي يجي كذا احنا بس اقول محطتين
فيلم زيزو ايضا مخرج فريد بوغدير، وهذا يعني من المغرب العربي، يقول ايصال ثقافه جزء من الوطن العربي قدرت اوصلها للساحه العالميه، واستثمر قضيه الربيع العربي وضمن فعاليه مهرجان واشنطن في الدوره الثلاثين. وكذلك ايضا من الجزائر مخرج اخر اسمه سليم ابراهيمي، ايضا تحدثت موضوعة الارهاب وعلاقته بالاحداث 11 سبتمبر. الارد اقوله انه اكو بعض الفعاليات، بعض الافلام استطاعت ان تتخطى عالمنا العربي، لكن مستوى خطابها مش عاطفي. افلامنا العاطفيه ما توصل الان، يعني اذا اكفت ثيمة فد موضوع يخص قضية معينة ممكن رأسا يتحول إلى العالمية، ونلقى جهات تحتضنه وتأخذه مثل ما سوى محمد الدراجي فيلم ابن بابل. ابن بابل يتحدث عن قضية حثت ب يعني أبان الانتفاضة والأحداث اللي صارت، ولذلك شفنا العالم كله يتعاطف معها. الآن أكو فيلم آخر يتحدث عن ما يجري الآن بالعراق، هاي تلتقط لانه اعلاميا بامكانهم يستثمروها ويسوقوها. احنا بصراحه الان نحس هنالك تراجع كبير بالخطاب السينمائي العربي. يعني احنا عندنا اموال كثيره، نشوف مثلا على مستوى الخليج جاي يستقطبون نجوم هوليوود يجيبوهم الى الساحه الخليجيه يصورون جزء من اللوكيشنات مالتهم، يصوروها بالامارات ويصوروها بالخليج، بس ما شفنا فيلم عربي استطاعت هوليوود ان تستقطبه. مع العلم الايرانيين بالمناسبه، الايرانيين عندهم افلام قارعت وناطحت افلام هوليوود واستطاعت ان تاخذ جوائز عالميه ومهمه، راهنت على قضيه بالمناسبه شيء الفيلم الايراني بخصوصيه، لانه